السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوة الإيمان والإسلام، أدعو الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المسجد أن يجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إخوة الإيمان والإسلام، قال تعالى في كتابه العزيز: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا أنت
يا أرحم